ودم الوفد. يعني انتوا عشان تبقوا عارفين انه المواطنين بيصوروا والصحافه بتصور وكله بيتصور، هذه المشاهد تؤثر في الحقيقه على الروح العامه، يعني بتخلي الناس زعلانه، يعني تنزل كده وتشوف الزباله في تبقى متضايق. معايا علاء من الشرقيه، اهلا بيك يا علاء. بيك خالد بيه، تحياتي ليك وبرنامجك المحترم، وتحياتي ليك اعلامي محترم والله. الله يعزك، انا بعزك جدا يا خالد بيه والله. الله يعزك يا فندم. انا عايز اتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا يا استاذ خالد. اتفضل. بخصوص النظافه عشان اقول شهاده حق بصراحه يعني طبعا واثني بها. انا في مركز الحسنيه بشوف رئيس المدينه اللي هو يحيى برجل، انا مش بطبل والله العظيم ولا بنافق. قول رايك بصراحه، مش محتاج حاجه، قول رايك. بس انا عايز اقول ثلاث نقاط. النقطه الاولى ان اللواء يحيى برجل رئيس مدينه الحسنيه والله العظيم يا استاذ خالد بشوفه من الساعة 6:30 الصبح بيلف في العربية بتاعته ورا عربيات الزبالة، يعني لبيب نفسه بيرفع الزبالة قدام عينهم، بيجيب تمام، كتر خيره والله. فأنا بقول اللي هو يحيى برجل راجل بيشتغل فلازم نثني عليه. تمام. وموضوع الزبالة ده هو بيشوفه بنفسه، وأنا شفت لمسته الصبح وأنا مسافر الزقازيق الساعة 6 الصبح، لقيته واقف على الجرارات بنفسه، فبشوف أول مرة أشوف رئيس مدينة بيعمل كده بصراحة. كتر خيره. تاني حاجة يا أستاذ خالد، السجل المدني، انت بتقول السجل المدني، انا من خلال برنامج حضرتك انا رحت اعمل النهارده استخراج شهاده وفاه من الساعه 7 الصبح، ما خلصتش الا الساعه 1 الظهر. ليه؟ لان ما فيش الا كمبيوتر واحد في سجل مدني مركز ومدينه الحسنيه وبيعطل كل ساعه. وتتوقع ان مركز ومدينه الحسنيه واستاذ خالد بتعمل بجهاز كمبيوتر واحد، كمبيوتر واحد كل شويه تعطل، وانت من 7 الصبح واقف ما خلصتش الا 2 الا ثلث الظهر. فحتى رحت الاستاذ سيد الصاوي اللي هو مدير السجل عشان اقول له يا فندم من انا من الساعه 7 الصبح واقف، لقيت الراجل عرقان ميه من راسه لرجليه، لا عنده جهاز تكييف يبرد على ال سايب عليك وما اتخانقتش والله العظيم. مشيت سايب عليا والله. فانا بقول السيد مدير مصلحه الاحوال المدنيه بالقاهره او مدير الادله في او مدير مصلحه الاحوال المدنيه في الزقازيق، جهاز واحد لا يكفي اكثر من 3 مليون مواطن، مركز الحسنيه بيخدم ثلث محافظه الشرقيه في المساحه والسكان، ولازم جهازين. تاني حاجه لازم يكون في مراوح، مش مراوح يا استاذ خالد بيه، حاجات انسانيه الموظفين يعيشوا فيها. بالظبط، تكييفات او تكييفات. اخر نقطه، سيادتك بجريدتك المحترمه اليوم السابع المقروءه عالميا ومحليا وعلى الوطن العربي كلها، نشرت موضوع عن امير نصار ابن عزبه السكرتير، كان معوق وجنبيه والدته وصوره المشير عبد الفتاح السيسي، ونشرته الصحفيه المحترمه ايمان معنا في جريده اليوم السابع مرتين التقرير ده. والدته رهنت بيتها ورهنت منزلها ورهنت ارضها وتم واولادها كلهم عيانين بالفشل الكلوي وكلام من ده. نشرت المأساة الاستاذ ايمان معنا، استجاب مكتب رئيس الوزراء، وفقط اللي عمله مكتب رئيس الوزراء ورمناش رئيس الوزراء في الحاله دي ان هو اتصل بيهم، خد بيانات نعم. الحاله فقط، ولكن لا حياه لمن تنادي الست. شكرا علاء. يعني طبعا في حاجات بتبقى صعبه جدا وبيبقى عايزه وقت. جويلان شكري، اهلا بيكي. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. هو جايلان شكري مش جويلان. جايلان اعذريني. اهلا بيكم مساء الخير. اتفضلي. اهلا وسهلا. هو بالنسبه للحل بتاع القمامه، هي نمره واحد عوده الزبال بتاع زمان. الزبال بتاع زمان، بس الزبال هيعمل ايه في الشارع؟ معلش، لا، ما انا هقول لحضرتك، الناس بترمي في الشارع ليه؟ عينيه في الحكومه من اخدانها ال 8 جنيه اللي ما بتعملش بيهم حاجه. انا بكلم حضرتك بامانه، هي ملهاش حل ان الزبال لازم يرجع تاني، تمام. وفي نفس الوقت ان يتنبه على الناس ويبقى في توعيه ان لازم يبقى في فصل القمامه من المنبع، يعني الزبال لما يجي يطلع ياخد الحاجه هياخدها في كيسين او في ثلاثه على حسب الفصل الداخلي. تمام. كده هتسهل عليه. تمام. بالاضافه بالطريقه دي هتلاقي حضرتك ان الشوارع هتبقى نظيفه. فهي الناس، يعني انت بتقولي عوده الزبال، طب لكن ما بتحمليش حد المسؤوليه من اجهزه احياء او من شركات نظافه محليه؟ ما انا بقول لحضرتك هو كان الخطا خالص في الاول خالص حكايه شركات النظافه والتعامل معاها والتعاقد معاها والى اخره. تمام. بالاضافه لفيه لازم يكون في متابعه، ما فيش حد يقعد على كرسي، لازم كل الناس تنزل وتتابع. بشكرك جيلان شكري، شكرا جزيلا. طلعت من الزقازيق، اهلا بيك يا طلعت. السلام عليكم، ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا. في الحقيقه يا استاذ خالد، موضوع الزباله ده لا مش هينتهي، لان في هناك اسباب مهمه جدا لابد الناس كلها تفكر فيها.
الاحياء ومجالس المدن واخد بال حضرتك ما عندهمش افراد تشتغل في لم الزباله، لابد من فتح التعيينات بعقود مؤقته ويجي لهم معدات عشان يعرفوا يشتغلوا. حضرتك انت لو جيت هنا شفت مدينه زي مدينه الزقازيق هتلاقي المشرفين بتوع الاحياء حي اول وحي ثاني اكتر من العمال. حضرتك المشرفين اكتر من العمال؟ يعني لابد يكون في اليه ثانيه مختلفه. يعني محافظ الشرقيه امبارح واخد بال حضرتك قال لك انا هشيل الكوم الزباله بتاع مينيا الامن ب 48 ساعه. طب النهارده عدى 24 ساعه. طب بكره هل هو هينفذ كلامه وهيشيل في 48 ساعه؟ انا عايز متابعه من حضرتك للزباله بتاعت مينيا الامن، لان تصريح محافظ الشرقيه كل واحد لازم يتحمله. واخد بال حضرتك؟ تمام. ما تشالش تقول له تجيبه على الهوا تقول له انت ما شلتش ليه؟ انت وعدت ب 48 ساعه وما تشالش. ما تشالش ليه؟ عشان نخلص. شكرا شكرا يا طلعت، شكرا جزيلا، واقتراح مهم. ايمان من العمرانيه، اهلا يا ايمان. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. طب بقول لحضرتك حاجه لو سمحت. بالنسبه يعني حضرتك بتقولي العمرانيه، انا من العمرانيه وكميه الزباله حضرتك جبت حاجات بسيطه دي، هي كلها ابراسكات زباله خلاص. يعني اقول لك حاجه، لو نزلوا غرامات على المحلات ما حدش هيخلي حد يرمي زباله صح. بعدين في العمرانيه في اصلا حي، الحي اصلا ما بيعملش اي حاجه، يعني ما اعرفش رئيس الحي ساكت. عندكم زباله كتير يعني في العمرانيه؟ الشارع كله مليان، وقبل كده الاستاذ محمود سعد جابها. كميه زباله فظيعه، والحي قبل كده كانوا برضو حاجزين الرصيفه، جه الحي برضو خدوا رشاوي ومشوا ولا عملوا اي حاجه. خدوا ايه؟ رشاوي، بدليل ما شالوش اي حاجه. مش عرفك؟ انا شفت بعيني. يعني العربيه جايه وعايزين يشيلوا الرصيفه اللي هم حاجزين بيها خلاص بدون ذكر اسماء، واكيد عارفين نفسهم طبعا لو سامعين البرنامج. فزي الليتر يعني الحي ده كيف صار رئيس الحي بيعمل ايه؟ يعني العمرانيه اثر الشارع ده فيه اثر حي. تمام يا ايمان، تمام يا ايمان، شكرا جزيلا. احمد من الوراق، اهلا يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا يا احمد. بس هي المشكله ان لازم الناس تغير من نفسها. يعني قول لي وضع الزباله عندكم ايه في الوراق؟ يعني لا الزباله يعني هي بتتشال، يعني مش ما بتتشالش كويس الحمد لله، بس في صناديق محطوطه. ناس بترمي الزباله يعني الصندوق على بعد متر، هي بيرموه بعيد عن الصندوق. دي حاجه. الحاجه الثانيه في يعني برضو الطرق مش يعني مش كويسه، مكسره، يسفلتوا وبعد كده يرجعوا يكسروا تاني. واحدة واحدة بقى الطرق دي برضو حضرتك لازم تعملوا زيارة لمستشفى حميات امبابة. دي مش مستشفى حميات امبابة، ناس بتموت. ناس بتموت فعلا. طيب محمود سعد الدين رئيس تحرير البرنامج معايا هو على طول. هو سامع وبيقول لك حاضر، هنبعت كاميرا لحميات امبابة ان شاء الله ونشوف ايه المشكلة بتاعتها. سهام مدينة نصر، وانا ده هيبقى اخد تليفون في الزبالة لحد ما اوريكم المستشفيات بقى واللي عايز يكمل في المستشفيات. سهام مدينة نصر. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذ سهام. اقول لحضرتك انا نفسي تيجي تشوف شوارع مدينة نصر في احسن الاحياء، ويوميا انا بتخانق مع الناس بالشارع اللي انا ساكنه فيه. الناس مصممه ترمي في الشارع، المسؤولين اصلا مش هينزلوا هيلموا. هي اخلاق الناس وصلت ان خلاص ليه يدفعوا فلوس تاني للزبال؟ فلازم توضع حل للموضوع ده. تمام. يعني الناس اخلاقها هي كده. يعني انت شايفه انه مش دور الدوله بس ولا دور الاحياء بس، ان الناس كمان لازم تتعامل مع الزباله بطريقه مختلفه، ترمي في الصناديق، تحطها في اكياس، الكلام ده. موضوع الزباله ده وقعدت في الشارع امنع الناس مفيش فايده. هي طبعا. اخلاق الناس الوحشه. اخلاق الناس الوحشه وهي السبب في مشكله الزباله. مين تاني؟ سيد من الشرقيه، الشرقيه نشطه النهارده. استاذ سيد. اهلا استاذ خالد، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، اتفضل. والله استاذ خالد بس انا سمعت الاخ طلعت كان عامل مداخله مع سيادتك دلوقتي. علشان موضوع الزبالة بتاع مينيا الأمن. انا امبارح الساعة 6 جاي من القاهرة بالعربية بتاعتي. لقيت اكتر من 13 لودر كبير و20 عربية نقل بتشيل الزبالة من مينيا الأمن. كويس، يعني حاجة كويسة. مدينة مينيا الأمن قاعد بنفسه وحواليه كم عربيات حكومة في رفع الزبالة. تمام كويس، يعني في شغل تقصد. قال لان الاخ طلعت كان بيهاجم من القمح، بيقول لك زباله هنا لو الساد المحافظ على قدم وساق
والراجل ده احنا ما عرفناش. الشرعيه جالها ثالث محافظ دلوقتي من اول الدكتور محمود شريف والدكتور عزاز الله يرحمه عبد السلام دوت. طيب يعني انت بتقول انه في شغل، يعني انت بتقول ان في شغل، بتقول ان في شغل في الشرقيه يعني. انا شغل 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 في شغل. تمام شكرا جزيلا. اخر تليفون في موضوع الزباله الحاجه ام محمد من الجيزه، اهلا بيكي. نعم مساء الخير استاذ خالد. اهلا مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يعزك ويكرمك. والله انا مبسوطه جدا ان انت اتكلمت في الموضوع ده النهارده، لان انا واحده متاذيه منه جدا جدا. تحت بيتي بالظبط كمية زبالة ما اقدرش اقول لك، تلال من الزبالة. انت ساكنة فين يا ست محمد؟ شارع حي الهرم، نفس المكان اللي فيه الحي. بعد الحي يجي ب 50 متر كده. يعني جنب الحي الزبالة موجودة. لو حضرتك يعني حد يعرف عندك. المهم ان حضرتك لما يجوا يشيلوا الزبالة الريحة تطلع لي، انا ساكنة التاسع فوق. الريحه بتطلع لي لحد شقتي، لو نشر غسيل غسيلي بياخد ريحه من كتر ما هي اتسابت كتير. بالظبط. وغير كده حضرتك كمان في ولاد بييجوا كده بعربيات كده يعني اسمهم النباشين دول او حاجه زي كده. حضرتك دول بينكشوا يعني، حتى لو الناس السكان منزلين باكياس هم بينكشوا الاكياس دي ويفردوها، بيفردوها بطريقه صعبه لحد نص الشارع، عربيات ممكن تعدي عليها برضو. وبتيجي العربيات كل قد ايه تقريبا؟ تقريبا كل اربع خمس ساعات. بس حضرتك في ايه بقى، ان هم بييجوا يعبوا العربيه يعني بدل ما يجمعوا. لا عربيات النظافه بتيجي كل اربع خمس ساعات. طب كويس ده، ده كويس. طيب بس حضرتك هم بيبقوا لسه ماشيين والبوابين يفضلوا يجيبوا ويرموا تاني. سلوك الناس برضه، سلوك مثلاً صحيح صحيح. ست محمد شكرا جزيلا. وطبعا هي من شقين، احنا سلوكنا زائد الاداء اللي موجود في الاحياء وعربيات الزباله. لو بتعدي كل 3 4 ساعات ده انجاز عالمي، يعني انجاز كبير. بعد الفاصل اللي جاي هنعرض بعض الفيديوهات برضو المشكلات في المستشفيات، وهقرا لكم رساله خطيره جدا جدا من طبيب لسه كان نازل يتدرب في مستشفى بني سويف. واجه قصة حكيها على الفيسبوك النهاردة، حاجة مذهلة وليها دلالات مهمة جدا. واللي عايز يتكلم برضو في موضوع المستشفيات او يكمل في الزبالة هنستناكم بعد الفاصل.